انتهت الجولة الـ 12 اللي اتلعب فيها 9 مباريات، منهم مباراتين لبيراميدز اللي افتتح الجولة بفوز بثنائية على المقاولين. وفي مباراة البنك الأهلي ومصر المقاصة قدر ناصر منسي انه يسجل هدف بنك الأهلي علشان يحصد 6 نقاط ويكون نجم من نجوم المباراة. اما الاسماعيلي فبيواصل سلسلة النتائج السلبية قدام فاركو بعد التعادل السلبي 0-0. في مباراة اتعرض فيها عمرو جمال مهاجم فريق فاركو لقطع في الرباط الصليبي. عمرو جمال من المهاجمين اللي كل الناس اللي بتلعب فانتازي بتختاره في تشكيلتهم، وده سواء في الموسم الحالي او الموسم اللي فات لما كان بيلعب في طلائع الجيش. وفي كل الاحوال بنتمنى له الشفاء العاجل ويرجع تاني يقود الهجوم في تشكيلات المتسابقين زي ما عودنا الموسم اللي فات والموسم الحالي. وفي مباراه الزمالك والجونه تحس كده ان امام عاشور بيقدم اوراق اعتماده لفيريرا وبيقول له بص عليا انا موجود عشان يسجل ويصنع وياخد 11 نقطه. وطبعا افضل جناح في الدوري الموسم ده احمد السيد زيزو يواصل التالق ويسجل هدفه الثامن في الدوري الموسم الحالي وياخد 7 نقط. اما انبي بيخسر من استرن كومباني اللي فايق اخر ماتشين ليه في الدوري علشان يزعل كل الناس اللي راحت لايبوكا وكابتنته في الجوله ال 12. وفي ختام الجوله في مباراه طلائع الجيش والمصري فيكتوري بينيانجبا اللي قلت لكم عليه الحلقه اللي فاتت بينصرني ويسجل هدف فوز الجيش على المصري علشان ياخد 5 نقط بدل 6 بعد ما خد انذار. ده كان ملخص سريع للي حصل في الجوله ال 12.